السلام عليكم اخوان. احنا اليوم الحمد لله وصلت حمام شركة القمة، حمام اخونا بطل ابو احمد كمال كنياب. هذني اربع تحف اللي اقتناها اخونا ابو احمد من مزاد الاوروبي الختامي للبطل ليو هرمز. طبعا حمام من خيرة الحمام الاستوكات عند الليو، هذا الحمام ما يتكرر. ته هذا الحمام هو والليو وهاي الخطوط ما تتكرر. طبعا الحمام شفتوه انتو اسعاره، نشرت انا سابقا اسعاره غالية. بس احنا اليوم حبينا نشوفكم مستوى الحمام اللي دخل للعراق واقتناه اخونا البطل ابو احمد. خرج اخوان. تفرج الوجه. هذا اخو الثلاثين افضل طير سباق وتصليح من 2014 الاخر يوم بطل في ليو هرمز من هواي. اخو افضل طير تصليح اللي هو 030 واللي اقتناه فلاندرس كولكشن اشتراه ما يقارب بعشر دفاتر ابو هذا الطير. هذا واحد. هذا اخوه الثاني. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استاذ ابو احمد شايف كل الخير. تفرجوا اخوان. طبعا بالمناسبه هذا الحمام هاي المواصفات وهاي الجسمان. هذا الحمام البارحه وصل من الشحن. احنا حبينا نشوفكم مستوى هذا الحمام اللي اقتناه اخونا ابو احمد من مزاد واللي راح يدخل بستوكاته. شوفكم اياه. وهذا راح اسميه انا العقيد. هذا اخو 27. طبعا اخونا ابو احمد اقتنى اخوات 30 واخوات 27 هن افضل طيرين سباق وتصليح باخر 8 سنين قد اليوم ثمن. هذا اخوه كذلك اخوه ابوه انباع تقريب 6 دفاتر 50,000 يورو و 60,000 يورو يعني هذا سعره. وال 30 ابوه انباع ب 10 دفاتر. هذني خواته اللي اقتناها لاخونا ابو احمد. هذا الطير اخوه وبمستوى انا بعته مزاد القمه اخونا علي ابو الالميوم اخذها ب 95 ورقه. اخو هذا الطير اخو الفيوليت يعني المقاتل 27 يسموه المقاتل. تعال ابو حيدر قرب لي على عينه. طبعا احنا نشرنا لكم هذا الحمام سابقا لما اشتراه اخونا ابو احمد بس حبينا نشوفكم مستوى هذا الحمام اللي دخل العراق. خير عليك ابو احمد تستاهل. هاي التحفه الثالثه اخذت 3. هذا الحمام بعد ما يتكرر انتهى. طبعا هذا الحمام لما اشتريناه من المزاد مو اشتريناه عبطاً تقلب الحمام واستشارينا بيه واقتنيناه. ابو احمد بطل استاذ يعرف شلون تستنقي حمام. بالعافيه عليه موفق بيه ابو احمد. وهذني الخوات 30 يمكن هذني انا عندي بالبيت من عندهم 2 و3 ومن هذني الثلاثه ويجوز 1 أو 2 من اخواننا اقتنوا من عندهم يعني محدودات على عد اصابع اليد. ال 30 وال 27. موفق بيه وشايف كل الخير بيه. حمام من الدرجه الاولى. مبروك مبروك لهوايتنا مبروك لابو احمد دخول هيك حمام مميز من الاسطوره ليو هرمز في بالك.